النسخة الرابعة من هذه الأشواط. هنا اندفعت مشاهدين الكرام جياد وأفراس إلى 4 سنوات فأكثر في الشوط مؤهل لكأس 1351. هنا 14 رأسا تمثل 12 شعارا. الاندفاع يبدأ مع صلوحة من المسار الداخلي مع قدوم بسول أيضا وقدوم كذلك لدانس فيفر أيضا في المنتصف مع ظهور لماكينج موفيز أيضا مع وصول لكينجز سليبر أيضا إلى مركز متقدم فيما صلوحة وبرفقة دانس فيفر وظهور لأيام ماجيك أيضا في المسار الداخلي برفقة اتصالات أيضا في المرتبة الرابعة. هنا التنافس لنيل بطاقة التأهل لكأس 1351 في النسخة الرابعة لكأس السعودية. هنا صلوحة تتقدم بطول كامل وبوضوح. صلوحة رايد يتقدم من الداخل المصنف 104. هنا كولد فروند هل يفعلها مرة أخرى؟ هنا رايد يتقدم لتوسيع الفارق. رايد المصنف 104 مشاهدين الكرام يذهب إلى البطاقة المؤهلة لكأس 1351. ألف ألف مبروك للمالك فهد زيدان جريس العتيبي والمدرب بدن السبيعي والقيادة المتميزة ريكاردو فيريرا. إذا رايد مشاهدين الكرام ينال بطاقة التأهل لكأس 1351.